عيد القومي لمحافظة البحيرة زي ما ذكرنا إن هو كان عيد يحتفل فيه أهالي محافظة البحيرة ببطولات المصريين اللي تجلت على أرض الواقع في طرد المحتل الإنجليزي أو حملة فريزر، وده سيناريو يمكن حصل في بورسعيد في العدوان الثلاثي أو حصل في مدينة السويس أيام حرب 73. على أي حال إحنا بصحبتنا بنت محافظة البحيرة وأيضا ابنة البرنامج الرئاسي الدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة، هتكلمنا عن ما ستقدمه المحافظة في عيدها القومي لأهالي البحيرة وما تم من إنجازات على أرض الواقع في هذه الأرض الطيبة من مشروعات. أهلا بك يا دكتورة، منورنا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. في البداية رشيد، ونحن في مدينة رشيد، سيادة الرئيس اتكلم عنها أكتر من مرة طبعا. ويمكن كان ذكرها في مؤتمر الشباب في مدينة الأسكندرية، وقال إن ليها يعني خصوصية خاصة وحيعمل في بشائر الخير عدد من المشروعات وحيطور يعني المدن الأثرية. نبتدي برشيد بما إن إحنا فيها ونصبح على أهل رشيد ونقول لهم حصل إيه تحديدا. الأول أنا هستغل الفرصة وأنا مع حضرتك هصبح على أهالي رشيد وعلى أهالي محافظة البحيرة كلهم، هقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة العيد القومي لمحافظة البحيرة، ويمكن نظرا لثقل ووزن مدينة رشيد فما ينفعش نبتدي العيد القومي من نقطة تانية غير هنا. ويمكن حضرتك ذكرت مقدمة تاريخية عن مدينة رشيد في حقبة هي كانت السبب النهاردة في احتفالنا بالعيد القومي، ولكن تاريخ هذه المدينة يعود لقبل ذلك بكثير جدا. يمكن مدينة رشيد كانت من أوائل المدن اللي كانت بالنسبة لجمهورية مصر العربية هي المدخل والميناء الرئيسي، وهي محور التجارة ومحور الصناعة اللي كانت بتتحرك لمصر كلها. ولو حبينا نتكلم عن تاريخ هذه المدينة مش هنلاقي أعرق وأقيم من النقطة اللي احنا واقفين فيها النهاردة، ان احنا نحكي للمشاهدين منها تاريخ المدينة دي. احنا النهاردة واقفين في تل أبو مندور، واحد من أقدم التلال الأثرية الموجودة في مدينة رشيد، وطبعا جنب مسجد من أعرق وأرقى وأجمل المساجد الموجودة في مدينة رشيد، وهو اللي مسجد تم ترميمه مؤخرا برضه. بالضبط. يمكن المسجد ده لو بصينا لتاريخه وطابعه وطرازه المعماري هنلاقيه مختلف عن مساجد كثيرة جدا، وهو ده المسجد الوحيد في هذه المدينة اللي تتميز مئذنته بالطابع العثماني دونا عن باقي المساجد الموجودة. ويمكن تل أبو مندور منطقة التلال الأثرية اللي جنبنا هنا دي هي كانت المكان اللي بتصنع فيه العجلات الحربية في العصر الفرعوني، فكانت هذه المدينة وهذه المنطقة هي مهد الحضارة ومهد التاريخ زي ما بنقول. بس كان في كلام كتير يا سيادة المحافظة عن أن يعني كان في خطط من أجل تحويل مدينة رشيد لمتحف مفتوح على غرار الأقصر أو على غرار تجربة المعز في القاهرة، وحتى الآن لم يحدث هذا الأمر، تعليق حضرتك. خليني أقول لحضرتك أن مدينة رشيد متميزة ومختلفة بالمواقع الأثرية اللي موجودة فيها عن غيرها من المدن والمحافظات المصرية. يمكن المساجد اللي موجودة مساجد بطابع معماري متميز جدا، سواء المسجد اللي احنا واقفين فيه اللي هو مسجد أبو مندور، أو مسجد المحلي اللي هتنقل منه شعائر صلاة الجمعة غدا بإذن الله، أو قلعة قايتباي طبعا، أو خلينا نقول المنازل الأثرية الموجودة في هذه المدينة. ويمكن زي ما حضرتك ذكرت هي فعلا متحف مفتوح، في خطة لتطوير بقى القصة طبعا. ويمكن وزارة السياحة والآثار النهاردة شغالة بالفعل على تطوير المنازل الأثرية اللي موجودة في شارع دهليز الملك، وشغالة في هذا الإطار. ويمكن محافظة اسكندرية هتدخل قريبا بإذن الله، ده بقى تصريح مني لحضراتكم في البرنامج، بمجموعة من المشروعات لرفع قيمة المناطق الأثرية اللي موجودة في المدينة. وزارة السياحة والآثار اشتغلت فيما يخصها من المنازل الأثرية والمساجد الأثرية اللي موجودة، ولكن الشوارع المؤدية لهذه المنازل هي المنفذ الرئيسي، صحيح. وإن شاء الله المحافظة هتشتغل في هذا الموضوع في خطة موضوعة بننسقها في الوقت الحالي مع الوزارات المعنية ومع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، علشان نبتدي تباعاً في المشروعات التنموية اللي هنقسم فيها هذه المدينة إلى مربعات ونبتدي نشتغل عليها واحد ورا التاني. طيب دكتورة، وحضرتك أيضا طبيبة في المقام الأول وأكاديمية في المقام الثاني، بالتأكيد القطاع الصحي ليه نظرة تانية من خلالك وانت بتتولي منصب المحافظ. إيه الجديد على أرض الواقع اللي تم في ظل قرى حياة كريمة أو خارجها؟ انا هاخد السؤال بتاع حضرتك في حته تانية الاول. اتفضلي. نظرا يعني لتحيزي للقطاع الصحي زي ما حضرتك ذكرت، فالقطاع الصحي هو اللي ليه نصيب الاسد من المشروعات اللي هيتم تفقدها او افتتاحها خلال العيد القومي.
ويمكن هنبتدي بيها النهارده من خلال تطوير وحده العنايه المركزه والمعمل اللي موجود في مستشفى رشيد. وخلال ايام السبت والحد هيبقى عندنا افتتاح لعياده يمكن محافظه البحيره كانت منتظراها من سنين طويله. احنا عاملين توسع لعياده التامين الصحي اللي موجوده في ابو الريش ضيف دمنهور. هذه أطفال. العياده لا دي موجوده لعياده التامين الصحي الرئيسي. ده اسم ابو الريش هنا لا مش المستشفى اللي حضرتك يعني. عارفه لا يا فندم دي عياده التامين الصحي الرئيسيه اللي موجوده في مدينه دمنهور. هذه العياده دي عياده عامه يعني. دي عياده عامه هي العياده الرئيسيه اللي بتخدم كل المنتفعين خصوصات. من التامين الصحي سواء كانوا كبار او اطفال او طلبه او موظفين او عاملين وفي مكان صغير. ده دمنهور ورشيد. ده دمنهور وكل انحاء المحافظه. اللي في خدمات بيضطر المواطن ان هو يلجا لها من عياده التامين الصحي الرئيسيه. احنا اشتغلنا على محورين الوقت اللي فات. الاول عملنا عيادات للتامين الصحي في المديريات فاصبح كل مديريه عندها عياده بتستقبل الموظفين اللي موجودين فيها فنخف الضغط على العياده الرئيسيه بتاعه التامين الصحي. وفي نفس التوقيت عندنا بقى توسع ان شاء الله احنا هننقل عياده الطلبه بعيدا عن عياده الاورام او عياده الامراض المزمنه وغيرها فيبقى التكدس اللي كان موجود في هذه العياده فك بشكل كبير جدا. طب ونحن مقبلون على العام الدراسي الجديد وحرك برضو في المقام الأول أكاديمية العملية التعليمية هنا أخبارها هي إحنا المدارس عندنا وقصة التكدس في الفصول والعملية التعليمية هل من إجراءات أنا عارف عركبها لك شهرين بس أكيد في خطط موضوعة على الأقل. خليني أقولك الأول إن من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم إنشاء 3000 فصل دراسي جديد داخل محافظة البحيرة في كافة المراكز بتاعتها. مش كده بس لا ده احنا كمان شغالين على بعض المشروعات في قطاع التعليم مختلفة زي مدرسة يابانية جديدة هتتعمل في مدينة الدلنجات ويمكن لسه التراخيص بتاعتها خلصانة يمكن من 10 أيام. مدرسة يابانية. مدرسة يابانية هتعلم جديدة. يعني بنظام التعليم الياباني بالظبط. احنا يمكن في محافظه البحيره عندنا مدرسه واحده في حوش عيسى ويمكن دي اللي شرفته بزيارتها مع معالي وزير التربيه والتعليم لما كان مشرفنا هنا فدي هتبقى تاني مدرسه داخل محافظه البحيره. في عندنا مدرسه للمتفوقين ويمكن دي الاولى من نوعها. ويمكن يوم السبت اللي فات كنا في مؤتمر مع المنطقه الروتاريه وذكرنا ان هيتم عمل مدرسة ثانوي فني صناعي داخل مدينة دمنهور بالكامل من خلال الروتري. هيتم إنشاء المدرسة وتجهيزها وإن شاء الله افتتاحها في أقرب فرص. هل في خطط معينة بتنسقيها مع كل الجهات دي؟ أنا عارف أن يعني صلاحيات المحافظ بقت أفضل عما سبق فبالتأكيد في خطط. أنا عارف أن وزارة التربية والتعليم هي المهتمة بالأساس في ده لكن أنا صلاحياتي كمحافظ أن أنا يعني بأشير إلى نقاط الضعف. أكيد ويمكن إحنا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تم وضع الخطة الجديدة للمدارس سواء من تخفيض الكثافات اللي موجودة في الفصول عظيم. فتح فصول جديدة استغلال المنشآت والمباني اللي كانت غير مستغلة خلال الفترة اللي فاتت ومراجعة كمان المدارس اللي داخلة في عملية الصيانة بحيث إن إحنا نبقى ضمنين افتتاحها وجاهزيتها بالكامل على بداية العام الدراسي. ويمكن الوقت اللي فات كان في مجموعة عمل مشتركة ما بين المحافظة وما بين التربية والتعليم بتراجع على جاهزية مدارس محافظة البحيرة بالكامل للعام الدراسي الجديد. محافظة البحيرة تعتبر من أهم المناطق الزراعية في مصر سلة غذاء الدلتا إن صح التعبير وفيها عدد كبير جدا من المشروعات إن صح القول يمكن بتأكل رقم كبير جدا في الداخل وأيضا بيتم تصديره في الخارج. صلاحيات حضرتك إيه كمحافظة في هذا الأمر فيما يعني يتعلق بتطوير المنتجات الزراعية أو الحصلات الزراعية ومشروعات الزراعية؟ يمكن في تعاون وتنسيق وثيق ما بين محافظة البحيرة وما بين وزارة الزراعة وفي في عدد كبير جدا من الملفات سواء ما يختص بتحسين جودة المحاصيل الزراعية اللي موجودة تكنولوجيا حديثة للمزارعين. ويمكن خلال الفترات اللي فاتت كنا بنحتفل ببداية موسم الحصاد للعديد من المحاصيل زي الذرة وغيرها وخلال هذه الفعاليات كنا بنستمع للمزارعين وإيه التقنيات الحديثة اللي كانوا محتاجينها ويمكن هم ذكروا في الوقت ده على تقنية تسوية الأرض بالليزر وإن الآلات اللي بتستخدم في هذه التقنية بتحسن جدا من جودة المنتج الزراعي في النهاية بتوفر عليه على المزارع وقت كتير في تمهيد الأرض وتكلفة. وبالتالي تم التنسيق مع وزارة الزراعة وتم الاتفاق على توفير عدد كبير من الآلات الزراعية اللي بتساعد على تسوية الأرض بالليزر فهنقدر نوفر هذه الخدمة لعدد كبير من المزارعين في كتير من المدن في المحافظة. الصناعة أعتقد لها نصيب مهم جدا وخصوصا بعض المنطقة الصناعية في وادي النطرون وأعتقد أنها منطقة جديدة منطقة واعدة على محور
أنا ممكن أقول محور دولي أو طبعًا. طريق دولي طبعًا. فيعني مخدومة من أكتر من حاجة، من كونها قريبة من الساحل الشمالي، ومن كونها على طريق دولي، ومن كونها أي تقع في نطاق محافظتكم. أخبارها إيه؟ وصلنا لإيه؟ هل في مشروعات ممكن نقول إن هي يعني المشروعات اللي هي مشروعات التصنيع الزراعي اللي هي تستفيد من طبعًا. طبعًا. من الزراعة عندنا وتقدمها في قالب صناعي؟ خليني أقول حضرتك، المنطقة الصناعية في وادي النطرون من أكثر المناطق الصناعية الواعدة. مساحة هذه المنطقة تتخطى 500 فدان. النهاردة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية مشغولة بالكامل داخل هذه المنطقة الصناعية، والمرحلة الثالثة والرابعة على وشك. عدد كبير جدا من الكيانات الصناعية موجودة في مختلف القطاعات، التصنيع الزراعي زي ما حضرتك ذكرت، الأسمدة، المبيدات الحشرية، التصنيع الغذائي، المنسوجات وغيرها من القطاعات، التصنيعات الغذائية كلها موجودة في هذه المنطقة. ويمكن محافظة البحيرة بتولي المصنعين اللي موجودين، ويمكن احنا كنا هناك في زيارة من فترة قريبة، وأصحاب المصانع اللي هناك كان عندهم بعض الملاحظات على خدمة الكهرباء اللي موجودة. أحب أقول لحضرتك أن خلال الفترة اللي فاتت بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وشركة كهرباء البحيرة وصل أكتر من 19 محول كهرباء لهذه المنطقة الصناعية عشان نقدر نوفي احتياجات المصانع اللي موجودة هناك. طب دكتورة حضرتك ابنة البرنامج الرئاسي، وبالتأكيد من أولويات البرنامج الرئاسي هو توفير فرص عمل للمواطن. طبعا البطالة هي يعتبر من أهم الأشياء اللي الدولة بتحاول تقضي عليها وبتحاول توظيف. هل هناك خطة موضوعة من قبل حضرتك من أجل يعني مش إيجاد فرص عمل، لا، خل يعني منظومات كاملة، يعني زي ما بيقولوا حاضنات، مش هقول حاضنات أعمال ولكن هقول أفكار لجذب الشباب في أعمال جديدة؟ خلينا دي لحضرتك الإجابة دي بمثال عملي كان على أرض محافظة البحيرة خلال الثلاث أيام اللي فاتوا. يمكن أول امبارح إحنا كان عندنا ملتقى توظيفي في محافظة البحيرة في فندق دمنهور بمشاركة أكتر من 25 شركة، ومن خلاله مقدم أكتر من 5000 فرصة عمل في مختلف القطاعات. قطاعات الأمن، قطاعات الصحة، قطاعات الهندسة، قطاعات المحاسبة، التجارة، التسويق، وريادة الأعمال وغيرها. ويمكن كمان حتى مساعدة من محافظة البحيرة للشباب اللي بيبحثوا عن فرص العمل دي، تم توفير مواصلات مجانية لهذا الملتقى خلال اليوم بالكامل. امبارح يمكن كان عندنا نصيب وحظ سعيد ان احنا قدرنا ننسق ما بين مؤسسة حياة كريمة وما بين مكتبة اسكندرية برنامج ستارز عندنا هنا على ارض محافظة البحيرة. هذا البرنامج بيستهدف قطاع الشباب، رفع كفاءة هذا القطاع، ازاي اقدر اهل نفسي كشاب لسوق العمل باحتياجاته بمتطلباته، ايه التحديات اللي موجودة قدامي، ايه اللي انا محتاجه. ويمكن محافظة البحيرة احنا وقعنا بروتوكول مع مكتبة اسكندرية من حوالي 10 ايام، من خلال هذا البروتوكول هيتم تقديم العديد من الفعاليات لقطاع الشباب وقطاع الاطفال خلال لمحافظة البحيرة، وكذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني هيتم توفير العديد من حضانات الأعمال والعديد من البرامج الرائدة اللي نقدر نساعد بها الشباب. يمكن زي ما كنت بقول لهم الفكرة مش في الوظيفة قد ما هي ان انا يبقى عندي فكرة، ان انا يبقى عندي مشروع، يبقى عندي مصدر دخل ثابت. ويمكن في الفعالية كمان اللي حضرناها مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الأسبوع اللي فات، قد ايه سيدات بسيطة كانت موجودة بالضبط في الريف، في المناطق، في قلب المناطق الريفية في محافظة البحيرة. النهاردة هذه السيدة عندها مشروع منتج متحمسة لي بأقصى درجة، سواء كان مشروع يدوي لسجاد أو مشغولات يدوية أو غيره، أو منتجات غذائية بتقدمها من البيت. صحيح. إذن يعني خلينا نقول محافظة البحيرة هي أرض طيبة، أرض خصبة فيها مش بس العديد من المشروعات الزراعية أو الأفدنة الزراعية اللي بتأكل ملايين المصريين، لا، أيضا فيها فرص عمل كتير، فيها مصانع بتتفتح في وادي النطرون، فيها مشاريع سياحية حتتم على أرض الواقع بعد تطوير المناطق الأثرية وتحويلها لمتحف مفتوح. محافظة البحيرة النهاردة بتحتفل بعيدها القومي. بنقول للدكتورة جاكلين محافظة البحيرة كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين. كل سنة وأهل البحيرة طيبين. كل سنة وأهل البحيرة بكل خير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وعودة مرة أخرى للاستوديو لزملائي محمد وبسنت. شكرا مصطفى كفافي على هذا الحوار مع محافظ البحيرة دكتور جاكلين عزر، والعيد القومي للمحافظة كل سنة وأهلنا طيبين وبخير وسعادة وعمل وإنتاج في محافظة البحيرة.